الحمد لله رب العالمين، نحمده الحمد الشاكرين ونتوب إليه ونستغفره وندعوه إنه هو البر الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم لقاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليه، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحابته الأبرار، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بلسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. معشر الإخوة الأكارم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإياكم في هذا المجمع المبارك بفضله وكرمه ومنته أن يجمعني وإياكم والمسلمين في مستقر رحمته يا رب العالمين. طيب بهذا المجلس نفسا أيها الأحبة الكرام، فها هي دقائق لا ندري أيكون لنا لقاء آخر أم يكون هذا نهاية اللقاء. لذا أحبتي كلمات أرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم من ورائها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. يعني كلمات قابلة للتطبيق، دروس تحتاج إلى تفعيل. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. بداية هنا إشارة أن العلم للعمل، ليس العلم المحاورة والمناظرة والمجادلة، لابد من تفعيل العلم بالعمل وترجمته أقوال إلى أفعال. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله، ولطالما هذا الصحابي الجليل يذكر اسمه، ذا عصيته، لأنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، لذلك كان وعاء عظيما للعلم. فيقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي عليه الصلاة والسلام يعلم، ليس فقط بالقول بل بالحركة. عندما يكون أمر ذا أهمية، الذي تحدثه أخوك، ابنك، زوجتك، فتمسك بيده، هناك نوع من الإحاطة والاهتمام. فأمسك بيدي وقال: أعدد خمسا، يعني سألقي عليك خمس كلمات انتبه لها كويس. الواحدة الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الثانية: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الثالثة: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الرابعة:
أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أربعة كلها أمر، اتقي، ارض، أحسن، أحب. أما الخامسة فهي نهي، لا تكثر الضحك. ما قال لا تضحك أبدا، لا، اضحك. ما يستطيع الإنسان، بل إن آية من آيات الله وأنه هو الذي أضحك وأبكى، كما أن يأتي على الإنسان مواقف يبكي منها، يأتي له أشياء يضحك منها، لكن لا تفرط. تأتينا برامج همها بأي شكل من أشكال، مثل أراجوز يريد أن يدخل الضحك، يقول لك أنت خفف عن الناس، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات القلب قل على العبد السلام، أي خير فيه والنجاة. أحبتي، أرجع عند الأولى وهي كلمة اليوم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. سبحان الله، انظر يا عبد الله، ما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن أعبد الناس، إنما قال اتق المحارم. ما المحارم؟ عندما نسمع كلمة المحارم ينصرف أذهان الكثير إلى المحرمات، إلى المحرمات من السرقة والزنا وشرب الخمر وأكل الربا والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. نعم، هذه كلها محرمات، إنما اتقي المحارم تشمل غير ذلك، وهناك ما هو أهم من ذلك. اتقي المحارم، أنت مطلوب بفعل المأمور وترك المحظور. تعبدنا الله عز وجل بترك المنهيات وفعل الأوامر. سؤال ودائما نردده، رجل يقول لك شوف أنا صحيح ما بصلي، لكن قلبي أبيض، لا بسرق ولا بزن ولا بعمل حاجة تخطب ربنا، والثاني يصلي ويحرص على الصلاة ويؤديها في أوقاتها، لكن يقع منه شيء من ذلك، فأيهم يرجى له الخير؟ شيخنا أجاب وأجاب، اللي بيصلي، اللي بيصلي أول شيء إتيان الأمر، ما دمت تأتي الفرض فأنت على خير، حتى وإن وقع منك ما وقع يرجى لك التوب. أما الذي يقول ويدعي أنه يعني نظيف، فهو ليس والله بنظيف، بل هو خبيث، ولبس عليه تلبيس وتدليس من لدن إبليس. نعم، ترك الأمر أشد جرم من فعل المحظور، ترك المأمور جريمة كبيرة، فعل المحظور. لذلك عندما العبادات
يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفي النهي: وما نهيتكم عنه، ما قالش فاتركوا منه ما استطعتم، فاجتنبوه بالكامل. ليه؟ اتيان الامر، انت قمت، توضأت، تحركت، جئت الى المسجد، قيام، ركوع، سجود، اعمال. اما المحرمات نقول لك لا تعمل، لا تفعل، اترك. اذا هو اسهل، اسهل ان تترك. انما فعل الامر هذا شيء تكليف كبير، يحتاج هكذا. لذلك هو بما لعن هذا اللعين الشريد الطريد المريد إبليس. بماذا حلت به اللعن؟ عندما تكبر وأبى أن يستجيب لأمر الله عز وجل عندما أمر بالسجود. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما سأله ربه أجاب إجابة والعياذ بالله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما يكون لك أن تتكبر فيها. لذلك إياك ترك الأمر، هذا أصلا من انتقاء المحارم. المحارم يا إخوان لا يقول الله الحريم، هذا كلام بعيد، إنما هي فعل الأمر وترك النهي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ليس التقي من يصوم النهار ويقوم الليل ثم يخلط بين ذلك، إنما التقي من اتقى محارم الله. هناك ناس، واحذروا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف. أناس يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء، ولكن والعياذ بالله ينسفها الله تبارك وتعالى، لا يؤتي منها شيء. لماذا؟ صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم إخوانكم من جلدتكم، يصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون، ويأتون من الليل كما تأتون، أو يقومون من الليل كما تقومون، إلا أنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. ما تردد. وهذه تنسف العمل كله. أنت لله الحمد الآن مسلم مطيع، صليت لله عز وجل، رجعت، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من هذه الابتلاءات. تأتي الإنسان من حيث يدري أو لا يدري، هناك كاسة خمر، هناك فرج حرام يسير سهل دون عناء، أنت ما بحثت ولا كذا، لكن جاءت سهلة أمامك. أما في القرآن والقصة، القصة العظيمة 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 التي قال الله عنها أحسن القصص، يوسف عليه السلام وهو شاب يافع، أول الابتلاءات
بعد ما اخوته القوا في غيابة الجوع، وبيع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، قدر دخل بيت العزيز. امرأة العزيز فتنت به، كان ما كان ماذا كان منه؟ استعصم بالله عز وجل، لم يهتبلها، خاف الله. فانت تراقب الله عز وجل في العلن، يجب ان تكمل هذا الخوف وتخاف الله في السر. نعم، لا تكن امام الناس مسلم ومن وراء ذلك شيء اخر. فاذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا نسأل الله السلام والعافية. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق المحارم، تكن عابدا، لا تكن أعبد الناس. احنا عباد، انا عابد وانت عابد، لكن هناك عابد وهناك أعبد، كما ان هناك حسن وهناك أحسن. فيا أخي بارك الله فيك، عملت عمل احرص عليه. انت لو يجيبك 1000 بتلفها وتحافظ عليها وتحطها وتحرزها، العقل يستدعي ذلك. والله ان ركعة ركعتها تأتي بها يوم القيامة مصونة سليمة خالصة لوجه الله خير من الدنيا وما فيها. فاحفظ، صليت، ما يدري أحدنا هل يصلي عشاء آخر ولا ذلك، أم ماذا يقدر له، يحال بينه وبينه، لا نقول حتى بالموت، بأشياء أخرى. نسأل الله السلام والعافية، كم يفتن الإنسان. لذا أحبتي، اتق المحارم، تكن أعبد الناس، لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.